السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه اللي ماشي جديده، ديجا درتها ولكن درتها يعني بلاكارت او شوبين ديال سي اش. كيفاش تفعل باي بال ديالك بهذا لاكارت هذه؟ وقلت لكم بانه نفس الطريقه، انما كيكون شويه ديال الاختلاف على حسب الموقع ديال لا بنك ديالك ولا على حسب لابليكاسيون. المهم الطريقه هي وحده وحده، انما دابا كتب لي انني نعاود لكم الشرح ولكن هذه المره بالشعبي، كيفاش فيريفي باي بال ديالك بلا كارت اي كارد ديال الشعبي. انا كانت عندي ديجا كان عندي باي بال مفعل، هو هذا كانت فيه لا كارت القديمه اللي كتشوفوا هنا بين يديكم، ولكن مشات ليا وطلبت واحده اخرى جديده وتلغات هذيك. ودابا غادي نشرح لكم كيفاش نربطوا بهذه الجديده هذه. شوفوا الديزاين ديالها كي داير، تبدل وزويون، مي كتبقى ديما ماستر كارد. كنعاود نذكر بانه لا كارت ماستر كارد كتقدر تفيريفي بها ماستر كارد، كنركز عليها وكنعاود نسطر عليها ماستر كارد. كتقدر تفيريفي بها باي بال وكتقدر تشري بها اونلاين، ولكن باش تدخل الفلوس ديالك البنكه ديالك او لا بنك ديالك كيخصك لا كارت تكون فيزا، كيف ما شرحت في هذا الفيديو هادي. استلم ارباحك من باي بال الى حسابك البنكي 3 ايام حتى 4 ايام كيدخلوا لك الكونت بنكير ديالك، ولكن هاد لا كارت او شوبين ديال 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 سي اش راها فيزا. ما كنقصدش انا بالضبط خاصك دير او شوبين ديال سي اش، لا، غير المهم ني تبغي تمشي لا بنك ديالك الا بغيتي تدخل فلوس من باي بال او لا من اي موقع لا كارت ديالك باش يدخلوا للكونت بنكير ديالك خاصها تكون فيزا ماشي ماستر كارد. دونك بالنسبه لي انا دابا غنربطها مع باي بال باش يكون فيريفي ونقدر نشري بها بار انترنت، ولكن ما نقدرش ندخل بها الفلوس ديال باي بال ندخلهم عندي للمغرب. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي تحتاج تمشي لابليكاسيون ديالك الشعبي وغتجي للكارت، غادي تجي للكارت هنايا كارت انشيك، غدير سانتيز دي كارت. علاش؟ باش تاكتيفي لا كارت، حيتاش كيعطيوها لك ستاتيو ديالها كيكون ديزاكتيفي. بيان سور ملي تبغي تشري او لا تبغي تفيريفي ولا شي حاجه كيخصك دير لا اكتيفي صافي ودير ليها كونفيرمي اوكي، وهنايا كتولي لا كارت اكتيفي. ملي تسالي لوبيراسيون ديالك زعما شريتي بار انترنيت او لا فيريفيتي باي بال، ما تنساش تجي ترجع دير ديزاكتيفي. دونك دابا حنا صافي اكتيفيناها، غادي نجيو لباي بال وغادي نجيو سوا هنا كتكون لا باج داكوي، سوا كتجي اللينك او كارد بانك من هنايا او لا كتجي الواليت وتجي اللينك او كارد بحال بحال. دونك هنايا غادي يطلب منك هاد المعلومات هادو، وديجا كنوريكم هنايا يعني لمن هاد المعلومات. ها هما هنايا في لاكارت، غادي تكوبيهم وتكوليهم. بيان سور غادي تكوبيو 14 الرقم اللي كاينين هنايا، بيان سور اوتوماتيكمون كيديتيكتيها باللي ماستر كارد، يعني انفو كتدخلوا الرقم الاول كيديتيكتيها باللي ماستر كارد. وهنا ليكسبيراسيون دات كيف ما كتشوفوا في الفوتو، و لا سيكوريتي كود هي دوك ثلاثه د الرقومه اللي غتلقاهم في 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 الظهر ديال لا كارت كيف ما كتشوفوا. وهنايا لادريس، لادريس ديال السكنه ديالكم تقدروا تبدلوها، تقدروا تخليو اللي راكم ديجا دايرين بحال بحال. انا بالنسبه لي ما غاديش نبدلها، غادي نخليها ونديروا لينك كارد. يو لينكيد يور ماستر ديبيت وكيعطيك لافان يعني الرقم ديال الاخرين، صافي غدير دان صافي. دابا هو دا اجوت لا كارت، غنديرو كونفيرم يور كارد. هنايا غادي يقول لنا باللي راه غادي يقتطع واحد، قال لك افتر يو كويس ويل تشارج واحد، غادي يقطع لك واحد المبلغ القيمه ديالو هي هادي 1.95 دولار، وغادي يبان عندك في لابونك ديالك من يومين حتى 3 ايام. بالنسبه للسي اش الطريقه اللي شرحت لكم في سي اش يعني في التفعيل ديال الحساب ديال سي اش سير بلاس، صراحه هذه ميزه كتمتاز بها سي اش سير بلاس. بالنسبه للشعبي غادي يتعطل شي شويه، المهم حنا غادي نديرو جيت او كود وغادي نوريكم هذه العمليه هذه، يعني هذا الكود هذا فين غادي نتوصلوا به. دابا نوريكم فين كيجينا جيت او كود it should be هذا قال لك. المهم راه غادي يبان لك في الحساب في الرولوفي بونكير ديالك اولا في لابليكاسيون غيبان لك من هنا يومين ثلاث ايام. دان
دونك الاقتطاع دابا هو الدار، حنا غادي نمشيو نفيريفيو داك الكود واش وصل لينا ولا ما وصلش، ونشوفو داك الاقتطاع واش دار. فين غادي نشوفو هادشي؟ هذا غادي نمشيو للشعبي. دونك باش نشوفو الاقتطاع واش دار غنشوفو طابلو دو بور. دونك راه اقتطعوا سير بلاص. دونك انا غادي نخبي لكم، ما يصلح ليش نوريكم كل شيء. دونك هنايا لاحظوا معايا بانه كانت عندي 734.30، دابا ولات 716.58. دونك راه اقتطعوا واحد المبلغ. غنجي نشوفوا الشعبي واش يعني واش قدر انه شحال هذه ديك الوقت ما كانش هذا الامكانيه. نشوفوا دابا واش كاينه الامكانيه ديال يحط لنا لا ترانزاكسيون، حيت نورمالمون خصو يحط لنا هنا في لي ديغني اوبيراسيون هنايا لتحت. مي دابا غنشوف واحد البلاصه هنا، نجيو سانتيز دو كارت. القضيه تطورت عندهم او ولاو كيعطيو لا ترانزاكسيون سير بلاس. دونك لو كود اللي غيخصنا نطابيو هو هذا 2924، هو هذا لو كود. اسمحوا لي 2924. دونك غادي نجيو غادي نديرو انتر دو كود تو كونفيرم يور كارد، وهنا غادي نكتبوا اربعه ديال دوك الاربعه ديال لي كود هما هادو 29 24 29 24، وغادي نديرو كونفيرم يور ماستر كارد هاز بين كونفيرميد دان. صافي مبروك عليك انت. المهم هما لي كارد دابا عندي بجوج، بغيت نحيد القديمه واخا مابقاش صالحه لتا شي حاجه نحيدها، بغيت نخليها راه غادي نخليها. هادشي اللي كان بالنسبه لهاد لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم. تلقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.